اهلا بكم في فقره نبض 100 عقبه. تعالوا نروح للبث المباشر من داخل نادي الزمالك، ناخد زميلنا العزيز خالد غانم مراسلنا من قلب 100 عقبه، نعرف منه اخر جديد داخل مدرسه الفن والهندسه. خالد، نهارك ابيض وماذا لديك اليوم في 100 عقبه؟ احنا على الهواء. صباح الخير عليك زميلي احمد علي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. من داخل نادي الزمالك يوم جديد طبعا لكاميرا نهارك ابيض، والنهارده في نبض 100 عقبه هنتكلم طبعا عن بعض الامور اللي بتخص نادي الزمالك وبتخص الكره المصريه بشكل عام. طبعا هنتكلم اكتر مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا الكابتن عصام هلال، مدير فني 2010 بنادي الزمالك. كابتن عصام، صباح الخير على حضرتك وتحيات الزميل احمد علي ليك. كابتن، برحب بيك يا خالد، وبرحب باحمد علي، وبرحب بكل الزملكاويه. طبعا يا كابتن عصام، في البدايه بقى عايز اكلمك على فريق نادي الزمالك الفتره الاخيره والتطور اللي وصل فيه طبعا من خلال مباراه بعد مباراه مع مستر اوزوريو، والانتصارين اللي متتاليين لحوالي نادي الزمالك اللي كانوا بعاد طبعا الى حد ما الفتره الاخيره عن نادي الزمالك. طبعا احنا عارفين ان في الكوره الانتصار بيجيب انتصار، واحنا ماشيين بخطه ثابته بقى لنا مباراتين، مباراه الطلائع ومباراه الاتحاد، ان شاء الله عايزين نكمل على ده. زائد كمان ان احنا في فتره التوقف ديت هتفيد جدا مستر اوسوريو عشان يحط ايده على كل كبيره وصغيره في الفرقه. احنا كنا محتاجين الفتره ديت، فتره التوقف دي هتفرق معانا جدا. داخلين على مباراه الكاس ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرم ان شاء الله ونكمل انتصارات ان شاء الله. كابتن عصام، شايف الفتره الاخيره اداء نادي الزمالك اتطور الى حد ما مع مستر اوزوريو، في ظل طبعا الانتقادات الشديده اللي بيتعرض ليها المدير الفني مع نادي الزمالك، في ظل طبعا اللي هو جاي على اللعيبه هو ما اختارهاش، وجاي على حاله معنويه طبعا سيئه بالنسبه لفريق نادي الزمالك وبالنسبه طبعا كل زملكاوي وجميع نادي الزمالك. الموسم الحالي طبعا هو موسم يعتبر موسم غير جيد على الاطلاق بالنسبه لكل مشجع زملكاوي. كابتن عصام، بص يا خالد، خلينا متفقين احنا دلوقتي نادي الزمالك محتاج كل زملكاوي مخلص، اللي هو ندعم فريق نادي الزمالك، ندعم المدير الفني، راجل بيحاول يطبق طريقته، وهو راجل زي ما انت بتقول يا خالد، انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، هو اللعيبه دي هو ما اختارهاش، هو بيحاول بيشتغل على القماشه اللي موجوده، بيجتهد على قد ما يقدر. الراجل ده عنده فكره، وفكره عاليه جدا. ان شاء الله باذن الله نصبر معاه، وان شاء الله باذن الله الزمالك يتطور، واحنا شايفين اخر مباراتين الوضع اختلف خالص، ان شاء الله جايب احسن ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عصام، عايز بقى اتكلم معاك عن الفتره الجايه ومباراه منتخبنا الوطني طبعا في تصفيات امم افريقيا مع منتخب غينيا، والثلاثي بقى اللي انضم لمعسكر المنتخب سواء احمد فتوح او احمد سيد زيزو ومحمد صبحي. طبعا كل الاحترام للمدير الفني لمنتخب مصر، وكل التوفيق لمنتخب مصر. في لعيب زي مصطفى شلبي المفروض يبقى موجود، ودي وجهه نظري الشخصيه. مصطفى شلبي عامل شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت، كان يستاهل ان هو يبقى موجود في منتخب مصر. طبعا كل التوفيق، احنا بنلعب فرقه كويسه جدا، فرقه مجتهده، فرقه غينيا. اخر ثلاث مباريات لاعبين مع غينيا تعادلنا معاهم مباراه وكسبناهم مباراتين. ان شاء الله باذن الله يبقى المكسب لمنتخب مصر يتحقق ان شاء الله. طبعا زيزو واحمد فتوح ومحمد صبحي طبعا لا خلاف عليهم، لعيبه قويه جدا واضافه لاي حته. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب باذن الله. كابتن عصام، برضو خلينا ناخدك بقى لمنتخبنا الاولمبي اللي بيستعد للبطوله الاهم وهي بطوله امم افريقيا، وطبعا برضو الثلاثي المنضم للمنتخب سواء حاتم سكر اللي ظهر بمستوى جيد الفتره الاخيره ومحمد طارق وايضا حسام عبد المجيد، اكيد بطوله مهمه حققناها قبل كده على مستوى طبعا المنتخب الاولمبي وايضا على مستوى طبعا المنتخب الاول طبعا منتخبنا الوطني. والله يا خالد، بص يا خالد، دي نقطه كويسه جدا انت اتكلمت فيها، ان احنا اصلا والمدير الفني المنتخب الاولمبي اقر بالموضوع دوت، ان نادي الزمالك من الانديه الداعمه للمنتخب، وبنفضل المنتخب على النادي، وده ده ده ده, ده طبعا هو لسه كان في حديث امبارح بيقول بشكر نادي الزمالك على دعمه، وطبعا لعيبه كويسه واضافه للمنتخب الاولمبي ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونكسب ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عصام، اخيرا بقى شفت امبارح المباراه طبعا نهائي دوري ابطال اوروبا، كانت مباراه طبعا كل الجماهير في كل العالم اتفرجوا عليها امبارح، قول لي بقى رايك في المباراه، وشفت فوز طبعا مانشستر سيتي امبارح بالبطوله ازاي؟ والله مباراه قويه جدا يا خالد، وادي الكوره يعني هي الكوره دي تقريبا احنا بنشوفها بره بس ما بنشوفهاش جوه للاسف. طبعا يعني في طبعا كل حاجه متوفره، كل الادوات متوفره، مدربين على اعلى مستوى، لعيبه على اعلى مستوى، حاجه احتراف بمعنى كلمه احتراف، وكوره فعلا كوره، بنتفرج على كوره بس مش حاجه ثانيه. طبعا احنا فاكرين حد معين في نادي قال كلمه شهيره، قال الكوره مش في الملعب بس، الكوره بره الملعب كمان. الناس دي بقى هي كرة في الملعب بس، فعشان كده بنتمتع. فاتمنى ان احنا برضو يبقى الكوره دي تيجي عندنا، يعني انا اتمنى، انا
يعني دعواتك ودعوات كل الجمهور المصري ان احنا نتفرج على الكره دي في مصر ان شاء الله. اخيرا يا كابتن عصام، يعني بصفتك بقى واحد مشجع للكره المصريه طبعا قبل ما تكون لنادي الزمالك، بتطلب ايه من اتحاد الكوره؟ بتطلب ايه من ناحيه تطوير سواء في انديه او في منشات او في ملاعب يعني للسنوات الجايه والفترات الجايه ان شاء الله؟ خالد، احنا مصر 120 مليون، مصر المفروض مصر سباقه لاي حاجه في، احنا بنتكلم، احنا عيب قوي لما اقول ان احنا عايزين نحط المغرب، نبص للمغرب عملوا ايه الفتره اللي فاتت، نبص للسنغال اللي خدت كل بطولات الناشئين والشباب والفريق الاول وحتى البطوله المحليه خدوها السنغال، احنا اكبر من كده بكتير. احنا عايزين نعمل خطه بعيده المدى، يطلع حد من الاتحاد يقول لنا احنا والله احنا عاملين خطه وهنعمل 1 2 3، بنفكر ان نطور ازاي، نشتغل ازاي، نبقى عارفين معالم للمنتخب المصري اللي يستاهل مننا كتير. المنتخب المصري المفروض من اقوى الفرق الافريقيه، ما ينفعش ان احنا نقول ان نتفرج على المغرب نشوف المغرب بيعمل ايه، مش هينفع نقول ان احنا نتفرج على السنغال نشوف السنغال بيعمل ايه، بس هو ده الوضع الطبيعي اللي حاصل دلوقتي. لازم نرجع تاني رقم واحد في افريقيا طبعا زي السنوات اللي بالظبط. ما هو ده خالد، مش بالكلام ده خالد، لازم على ارض الواقع يبقى في خطه نعملها مدروسه، احنا هنعمل 1 2 3 عشان ربنا يكرمنا ونرجع لمكانتنا الطبيعيه ان شاء الله. كابتن عصام طبعا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله بتمنى لك التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه يا كابتن. حبيبي اخو خلود، شرفت بيك، وسلامي لاحمد علي وكل الجمهور. شكرا. طبعا زميلي احمد، ده كان لقاء مهم جدا مع الكابتن عصام هلال المدير الفني فريق 2010 بنادي الزمالك. اكيد بنتمنى كل التوفيق الفتره الجايه للكره المصريه ولمنتخباتنا الوطنيه، وان شاء الله بنتمنى ايضا كل التوفيق والدعم لنادينا والكيان العظيم نادي الزمالك يرجع اقوى واحسن من الاول. اكيد زميلي احمد من نادي الزمالك، العوده ليك مره اخرى، تفضل اليك الكلام. اشكرك جدا يا خالد، شكر موصول للكابتن عصام.